أصحاب السمو والمعالي الحضور الكريم، في ظل ما تنعم به دول المجلس ولله الحمد من أمن واستقرار ونمو وتطور بفضل حكمة قادتها وإخلاص شعوبها، وهو الأمر الذي يعد مصدر فخر واعتزاز، يأتي اجتماعنا اليوم وهو ما يهيئ فرصة عملية للوقوف على آخر المستجدات والتحديات والتطورات الأمنية. واسمحوا لي أيضاً بهذه المناسبة أن أهنئ دولة الإمارات الشقيقة باستضافة وتنظيم معرض إكسبو دبي 2020،